هنبدأ دلوقتي إن شاء الله ندرس أو ناخد ده أول جزء عندي في الريفيجن بتاع السكند وان. في الترم التانية ندرس أول حاجة اللينير مومنتم. كنا بنتكلم على إن اللينير مومنتم دي الفيزيكال كوانتي اللي عن طريقها بقدر أعرف الإفكت بتاع الإنرشي هيستمر لمدة قد إيه. كلمة هيستمر لمدة قد إيه، إحنا خلاص من الترم الأولاني عرفنا إن الإنرشيا دي حاجة كده بتخلي الأوبجكت يعمل ريزيست للتشينج في ستيت، يعني لو عايز يفضل مستمر له الحركة هو بيتحرك عايز يفضل مستمر، هو ستاتيك عايز يحافظ على الستاتيك كيس بتاعته، فدي الفكرة بتاعة الإنرشيا. وبعد كده لما جينا نتكلم على اللينير مومنتم كان بمنتهى البساطة إن لو أنا قلت مثلا عربية ماشية بسرعة عالية جدا ودوست بريكس، وعربية ماشية بسرعة أقل شوية دوست بريكس، يا ترى الإنيرشيا بتاعت مين فيهم هتبقى أقوى؟ فعشان نحدد الفيزيكال كوانت اللي بتحدد لي الفاليو أو الإفكت من ناحية الفاليو ليها اخترنا حاجة اسمها لينير مومنتم. قلنا اللينير مومنتم ده الماس بتاعها بي ال، وساعات ممكن أكتبها بي عادي من غير ال دي، إيكويفالنت للماس بتاعت الأوبجكت تايمز الفيلوستي. تعالوا بقى هنا نبدأ نشوف كده الأفكار عندي بتبدأ إزاي. اول فكره عندي بتبدا ان هما ممكن بدل ما يديني الماس دايركت ما يدينيش الماس اصلا للاوبجكت، يديني الفاليو بتاعه الويت بتاع الاوبجكت. يعني بدل ما يقول لي اوبجكت اوف ماس 5 كيلو جرام يقول لي اوبجكت اوف ويت 15 نيوتن مثلا. ففي الحاله دي بعمل ايه؟ انا المفروض ابقى فاكره كويس جدا ان الويت عندي ايكويفالنت للماس تايمز الجرافيتي. الجرافيتي اكسلريشن دي الفاليو بتاعتها يا اما تاني يا اما 9.8 متر بير سكند سكوير. لو هو مدهاني فاليو معينه بلتزم في الفاليو، لو هو مش مدهاني بحاجه معينه انا ممكن احسبها في الجزء ده كده ب 10 متر بير سكند سكوير في الجزء ده بس. جزء الجرافيتيشنال فورس احنا مجبرين نستخدمها من 9.8. ومن هنا بقى بقول ان الماس عندي ايكويفالنت للويت اوفر الجرافيتي، وابدا اجيب الماس من الفورميلا دي. دي اول فكره بيلعب عليها. تاني فكرة بيلعب عليها انه ممكن يديني اصلا ريليشن ما بين اللينير مومنتم كله والويت. يعني مثلا يقول لي object moves with linear momentum equals half its weight. كلمة linear momentum half its weight يعني كأنه بيقول لي ان الماس times ال v equal half mass times ال gravity. يعني كأنه بيعمل ريليشن ما بين الفيلوستي وما بين الجرافيتي، يعني كأنه بيقول لي ان الفيلوستي هاف الجرافيتي. طبعا انا بستخدم الريليشن دي لو هو عمل لي ريليشن ما بين اللينير مومنتم والويت، وبستخدم الحاله دي لو هو ما ادانيش الماس دايركت لكن اداني الفاليو بتاعه الويت. وعلى فكره خلي بالك من حاجه، ساعات بدل ما بيقول اوبجكت اوف ويت كذا ساعات بيقول لي مثلا اوبجكت اوف 100 نيوتن. كلمه اوبجكت اوف 100 نيوتن يبقى ال 100 نيوتن دي على طول الويت بتاعه. طيب الحالة التانية بقى، أهم جزء عندي في اللينير مومنتم لازم أبقى عارفاه كويس جدا حالات الفري فول. الفري فول عندي حاجتين مهمين جدا، المومنت اللي بتبدأ يحصل فيها فولينج للأوبجكت، والبوينت اللي بيبدأ يحصل فيها ريتشنج للجراوند. يعني هو مثلا لو بيقع من البوينت إكس والمفروض هيلمس الجراوند عند البوينت واي، لازم أفرق جدا ما بين الاتنين دول. اول حاجه في the moment of falling يعني هو عند البوينت اكس كده هو يبدا يقع فري فول، احنا كده كده في الفري فول عاملين نيجلكتنج للاير ريزيستنس، فاحنا بنقول ان الفيلوسيتي هنا بتبقى بزيرو، يبقى اللينير مومنتم عندي بزيرو في بدايه الفري فول لاي اوبجكت عندي. اللينير مومنتم بزيرو لان في الحاله دي هيبقى المومنتم بتاعي ماس تايمز انيشال فيلوسيتي، لان انا هنا عندي تو ديفرنت فيلوسيتيز والانيشال فيلوسيتي عندي هنا بزيرو. قبل بقى او اول بقى اللحظه اللي هيبدا يلمس فيها الجراوند فالمومنتم عندي هتبقى ماس تايمز الفاينل فيلوستي. طب تعالى بقى كده الفاينل فيلوستي دي اجيبها منين؟ الفاينل فيلوستي دي ممكن تتجاب عن طريق ايكويشنز اوف موشن على حسب الجيفن. ما انساش خالص التراينجل بتاعي ده في فاينل تايم وهنا الدي، طبعا انا كاتباها جنرال دي لكن طبعا لو انا بتكلم على الفري فول فبدل الدي هنستخدمها سمبل اتش. لو هو عايز الفي فاينل او انا عايز الفي فاينل عشان استخدم الايكويشن دي واطلع المومنت اللينير مومنتم اوف اوبجكت واول ما يلمس الجراوند ومديني التايم هستخدم الفيرست ايكويشن، والفيرست ايكويشن كانت بتقول لي ان الفي فاينل ايكوال في انيشال بلس اي تي. طبعا الفي انيشال في الفري فول بزيرو، الاي دي في الفري فول هي الجي. بالنسبه لو انا اوريدي عايزه الفي فاينل ومديني الدي فبستخدم الايكويشن دي الفي فاينل والدي، يعني ثيرد ايكويشن يعني 2 اي دي ايكوال في فاينل سكوير ماينس في انيشال سكوير. الفي انيشال سكوير دي بزيرو وتبقى 2 جي اتش ايكوال في فاينل سكوير. طبعا انا كل ده بعمل تشينجينج للسامبلز. يعني من الاخر كده لو انا عايز احسب الفي فاينل في الفري فول عندي طريقتين،
يا اما من الفيرست ايكويشن وهتبقى بتساوي جي تايمز تي، لان كده كده الانيشال فيلوسيتي بزيرو، يا اما من الثيرد ايكويشن وهتبقى بتساوي روت 2 جي اتش. طبعا ده الهايت اللي وقعت من الاوبجكت. على حسب الفاليو اللي معايا، انا معايا تايم ولا معايا هايت، ببدا اشتغل واطلع الفاليو بتاعت الفي فاينل واشتغل عادي خالص. الحاله الثانيه بقى، لو انا عايزه اقارن ما بين اتنين اوبجكت بيعملوا لينير مومنتم، يعني عايزه اقارن ما بين لينير مومنتم لتو ديفرنت اوبجكت، فالمفروض ان انا عندي بي1 اوفر بي2 ايكوال ام1 اوفر ام2 تايمز في1 اوفر في2. وهنا بقى لازم اخلي بالي كويس جدا، لو التو ديفرنت اوبجكتس دول عندهم سيم ماس، الماس بتاعتهم ايكويفالنت، فكأن بالظبط هتبقى ريليشن هي بي1 اوفر بي2 ايكوال في1 اوفر في2، يعني الريليشن هنا او الريشيو هنا هتبقى ما بين الفيلوسيتي بس. لو عندهم سيم فيلوسيتي يبقى الريليشن هنا هتبقى ما بين الماسز بس. طب كلمه سيم فيلوسيتي اعرفها ازاي؟ ممكن يقول لي ان انا عندي تو اوبجكت وقعوا من نفس الهايت، كلمه وقعوا من نفس الهايت يعني عندهم سيم فيلوسيتي، يبقى الريشيو عندي هتبقى ما بين الماسز بس. طيب نركز بقى في الحته دي اللي احنا كنا لسه بنقول عليها، تو اوبجكت فولز فروم سيم هايت هيوصلوا الجراوند عند سيم تايم وذ سيم فاينل فيلوسيتي. لكن لو انا قلت لك ان اللينير مومنتم بتاعهم مختلف لما يلمسوا الارض، يبقى افهم ان الماس فيها ديفرنس. ولازم اخلي بالي كويس قوي برضو ان التو اوبجكتس فولز فروم سيم هايت ريشيو بتوين ذير مومنتم ديبندز اون ذير ماسز بس. اول ما يقعوا كده، طبعا انا بتكلم في الكيس دي على انها ايه، اون ريتشنج جراوند، اون ريتشنج جراوند، ان كده كده اللينير مومنتم الديفرنس او الريشيو بتاعتهم هتبقى معتمدة على الماس، لان كده كده الفيلوسيتي بتاعتي هتبقى ثابتة on reaching ground. طيب نيجي بقى كده للإكزامبل ده. الإكزامبل ده بيقول لي ايه؟ two poles their mass 3 كيلوغرام 1 كيلوغرام، الماس بتاعتهم هي difference، fall freely. احط بقى كده line تحت كلمة fall freely، fall freely ومن هنا كده السيمبل بتاعي same height، يبقى هيلمسوا الارض عن same time وسيم فيلوسيتي. فانا بيقول لك ايه، in the same moment from height is that، مين بقى هيلمس الارض الاول؟ لا، once ان هم same height يبقى على طول the two poles reach at the same time، الاثنين هيلمسوا في نفس الوقت. طيب عايزه بقى الريشيو ما بين their momentum، مش هم من نفس الهايت يبقى من نفس الفيلوسيتي، يبقى الريشيو بتاعت المومنتم عندي هي الريشيو ما بين الماسز بتاعتهم. طيب الماسز بتاعتي، يعني انا مثلا دلوقتي هقول كده P1 over P2 equivalent M1 over M2. M1 عندي الفاليو بتاعتها ب 3M و M2 عندي الفاليو بتاعتها ب M بس، دي هتروح مع دي تبقى الراتيو عندي 3 over 1. هنا بقى بيقول لي the two opposite graphs represent the relation between momentum and mass of the two different bodies. The relation between displacement of each body and time is. أول حاجة لازم أبقى فاهمها كويس قوي إن لو أنا عايزة أجيب أو أعرف السلوب هنا بيعبر لي عن إيه، فالسلوب بيعبر عن ال rise over run، يعني ال P over ال M يعني بيعبر عن ال velocity. طيب مين فيهم ال velocity بتاعتي عالية؟ المفروض السلوب الفاليو بتاعتها بجيبها ب 2 ways، يا اما يبقى في هنا عندي سكيل ارقام كده واخد حاجات من y axis على حاجات من x axis، يا اما يبقى في عندي angle between the inclined line وال x axis، ودايما السلوب عندي هو التاني الانجل اللي بين الانكلايند لاين اللاين اللي مرسوم ده وما بين ال x axis، وتاني الانجل دايركت مع الانجل، يعني كل ما الانجل بتزيد كل ما التان بتاعتها بتزيد. فلو انا بصيت هنا كده هلاقي ان الفاليو بتاعت الجسم اللي هو نمبر 1 الانجل بتاعته 60 يبقى عنده فيلوسيتي اعلى من الفيلوسيتي بتاعت نمبر 2، لان نمبر 2 الانجل عندي 30 واحنا اتفقنا ان التان دايركت مع الثيتا، التان هي السلوب، وكل ما بتزيد الثيتا التان كل ما بتزيد الثيتا والسلوب طبعا بيزيد. طيب في1 اكبر من في2، يبقى انا المفروض لو عايز ارسم displacement وتايم هرسم 2 لاينز، اللاين اللي بيعبر عن ال1 تبقى الانجل ما بينه وبين الاكس اكسس اكبر من اللاين اللي بيعبر عن ال V2، يبقى أنا هختار الرسمة دي.
السلوب بتاع البادي 1 اكبر من السلوب بتاع البادي 2 يبقى الفي 1 اكبر من الفي 2 يبقى التشويس عندي لتر بي. طيب هنا بقى ايه ده شون جراف ذا ريليشن بتوين مومنتوم اند فيلوسيتي والماس بتساوي كام؟ بمنتهى البساطه برضه ماس هو عباره عن السلوب بتاع الرسمه دي، الرسمه دي الانجل بتاعتها 45 تان 45 ايكويفالنت ل 1 يبقى الماس عندي ب 1 كيلو جرام. طب هنا بقى تو باديز هاف ماس ام كيلو جرام، الاثنين الماس بتاعتهم ام، فول فريلي فروم ديفرنت لينسز ووقعوا كده من هايتس مختلفه. عايز الريشيو ما بين المومنت، ما دام قال لي هاف ماس ام كيلو جرام يعني الاثنين الماس بتاعتهم واحده، يبقى انا لو عايز اعمل ريشيو ما بين المومنت هعملها ما بين الفيلوستي وبس، يبقى بي 1 اوفر بي 2 ايكوال في 1 اوفر في 2. وخلي بالك الاثنين المومنتم دايركت مع الفيلوستي ات كونستنت ماس ودايركت مع الماس ات كونستنت فيلوستي. طيب ال P1 وال P2 قلنا هنستخدمها على إنها V1 و V2، طب ال V1 بقى وال V2 دي أجيبها منين؟ هبص كده عندي أنا عارفة أوريدي إن الهايتس هنا مختلفة، في هنا 2H وفي هنا H، طيب يعني هايت مختلفة يبقى أنا هحتاج أجيب ال V1 وال V2 دي من الإيكويشنز بتاعتي بدلالة الهايت. طب ما ال V1 كنا بنقول من شوية كده إن ال V equal root 2GH، يعني هي دايركت مع روت ال H، يعني انا ممكن اقول بالظبط كده V1 over V2 equivalent لروت H1 over روت H2 وابدا بقى. الفاليو هنا عندي ال H1 اللي هو الاوبجكت الاولاني الهايت بتاعه H، يعني هقول هنا مثلا روت H over هنا روت 2H يعني روت 2H، طبعا روت ال H دي هتروح مع روت ال H دي هيبقى 1 over روت 2. طيب بالنسبة لهنا هنا برضو بيقول لي 2 bodies of each mass M، برضو قال لي ان الماسز equivalent بس واحد بقى من 4H وواحد من H، وعايز برضو الريشيو ما بين المومنتم بنفس الفكرة، مانس ان انا عندي الاتنين ليهم نفس الماس يبقى الريشيو ما بين المومنتم هي equivalent للريشيو ما بين الفيلوستي. طيب الريشيو ما بين الفيلوستي بالشكل ده، ما دام انا عندي ريليشن ما بين ال V والهايت يبقى ممكن بقى على طول بقى خلاص احنا خلاص عرفناها P1 over P2 هتبقى equivalent لروت H1 over root H2 وابدأ بقى root H1 هي اسمها H يعني root H over root H2 H2 الفاليو بتاعتها 4H يعني root 4H root ال H دي هتروح مع root ال H دي يبقى من فوق في عندي 1 over root 4 يعني 1 over 2 تبقى الانسر عندي half اهي، يعني انا ممكن على طول بقى كده خلاص بدل ما اشتغلها final square واخد الروت اخليني على طول بقى اشغلها كده P1 over P2 equal root H1 over root H2 لو هو مديني ال ratio بتاعت ال height. الرسمة دي in the opposite figure عايز المومنتم بتاعت البادي اعمل لها بس انهي arrangement عندي افضل. طبعا هنا واضح جدا مديني كل واحد فيهم mass ومديني velocity، فالمفروض ان انا هشوف الماس تايمز الفيلوستي وابدا اشوف مين اكبر. طبعا ده واضح جدا ان ده هيبقى اقل مومنتم عندي ده بي 2 وسوري ده بي 1 وده بي 2 وده بي 3، خلي بالكم بس عشان الارقام مش واضحه، ده بي 1 وده بي 2 وده بي 3. طبعا واضح جدا ان البي 1 دي اقل واحده خالص لان اصلا اللي بيكتب لي كده قطار ساكن، معلش بس مكتوب بالعربي هو ستاتيك ترين، ستاتيك ترين يعني الفيلوستي عندي بزيرو يعني اصلا المومنتم بتاعه بزيرو يبقى ده اقل واحد خالص. ومن الديفرنس ما بين الريشيو هنا وهنا اقدر اقول ان البي 2 اكبر من البي 3 يبقى البي 2 اكبر من البي 3 وطبعا اكبر من البي 1 اللي هو اصلا الستاتيك الفيلوستي عندي بزيرو. نيجي للريشيو دي او الجراف ده two bodies moving as shown in figure if the mass of the first body is 10 kilogram وال mass of the second is 5 kilogram وعايز P1 over P2. هنا بمنتهى البساطة ال linear momentum عندي P equal mass times velocity. P1 هو بيقول لي ان الماس بتاعت الاوبجكت الاولاني ب 10
طب الفيلوسيتي اجيبها منين؟ اجيبها من الرقم هنا، مش ده فيلوسيتي وتايم؟ يبقى الرقم اللي موجود ده على طول هو الفاليو بتاعت الفيلوسيتي، يبقى 4 تايمز 10 تديني 4 على طول. وطبعا الميجرنج يونت عندي كيلومتر، سوري قصدي كيلو جرام، متر بير سكند. وهنا نفس الموضوع، اللينير مومنتم بالنسبه للاوبجكت الثاني قال ان الماس بتاعته 5 كيلو جرام، ومن الجراف هنا هاجي عند الاوبجكت 2 واشوف الفاليو بتاعت الفيلوسيتي عندي ب 2، يبقى 2 تايمز 5، معلش ده ايرور بس كده، تايمز 5 يبقى الفاليو عندي هتطلع ب 10. واقول بقى B1 over B2 يعني 40 over 10 تبقى 4 over 1. معلش يا شباب بس الحاجات اللي انا عملت فيها كوريكشن للنمبرز دي يا ريت تتظبط بس معايا. انا في هنا different object واحد فيهم الماس بتاعته ب 5 والماس التاني ب 10، نخلي بالنا قوي من الحته دي.